اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم كل متابعة قناة الكرة مع الدكتور، أهلا بيكم. النهاردة عملت لكم بقى الفيديو وأنا واقف أهو، وهنبدأ بقى إن شاء الله نقدم لكم حقائق جديدة في صراع الأهلي والزمالك. يلا بينا الأول نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ولما كنت اشتركت في القناة اشترك وريت لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ويلا بينا. تم امبارح تسريب عقد محمد الشناوي. الناس مش عارفه طبيعه النادي الاهلي وطبيعه لعيبه النادي الاهلي. في زي ما انا قلت في بعض لعيبه النادي الاهلي شويه صغيرين ممكن لو جاله عقد يمشي، زي ناصر ماهر كده، وزي طبعا بطاطس وكل الناس دي اللي مشت من النادي الاهلي. لكن في لعيبه بتحس انها اولاد النادي الاهلي بجد، حتى مش بتحسه بس احيانا في التعامل، لا بتحسوا بالماتشات في الماتشات انهم هم عايزين النادي الاهلي يكسب، وعايزين. من ضمن دول كان محمد الشناوي. لما تم تسريب عقد محمد الشناوي الناس افتكرت ان محمد الشناوي هيقارن عقده بعقد محمد عواد. محمد عواد طبعا عقده 85 مليون جنيه في خلال 5 سنوات. العقد بتاع محمد الشناوي افتكروا انه ممكن يخلي محمد الشناوي يغير رايه ويبعد عن النادي الاهلي. لكن الحقيقة غير كده خالص. الحقيقة أن عقد محمد الشناوي غير أنه مستمر، أنه تم ترضيته من نادي الأهلي، تم ترضيته. لو أنتوا شفتوا إعلانات، بعض الإعلانات لمحمد الشناوي اللي قام بيها محمد الشناوي، وعشان كده مفيش مشكلة خالص أن محمد الشناوي يكمل في النادي الأهلي، وأن محمد الشناوي عمره ما يتمرد على النادي الأهلي. محمد الشناوي جات له عروض كتيرة جدا، وكان منهم عروض من أندية سعودية، ورغم كده ما استجابش لأي عروض، واستأذن إدارة النادي الأهلي لو مش عايزاه، وقرر هو بإرادته الحرة، رغم أن النادي الأهلي اداله الحرية أن هو يستمر أو يقبل أي عروض، لكن هو قرر أنه يستمر في النادي الأهلي. يا جماعة الكلام ده حس بيه بطاطس اللي هو رمضان صبحي، وحس بيه احمد فتحي اللي عايز يرجع دلوقتي النادي الاهلي، انه لما يسيب النادي الاهلي ايه اللي هيحصل؟ ايه البطولات اللي هيخسرها؟ ايه اللي خسره خلال انه ساب النادي الاهلي؟ فمحمد الشناوي من الذكاء جدا ان هو قرر انه ما يقبلش كل الكلام ده، ما يقبلش الوقيعه اللي بينه وبين النادي الاهلي. فقرر محمد الشناوي انه يستمر في النادي الاهلي. هتكلم النهارده بقى عن شويه مشاكل في نادي الزمالك، بس قبل ما اتكلم عن المشاكل عايز اقول لكم التغيير الجديد اللي هيتعمل في الدوري العام، واحتمال يظهر يوم السبت الجاي. انا كنت اتكلمت عنه قبل كده، بس الكلام دلوقتي بقى مؤكد ان الدوري العام المصري هيتلعب من دور واحد، وبعد الدور الواحد هياخدوا 10 فرق يصارعوا على الهبوط، و8 فرق يصارعوا على المركز الاول والثاني والثالث والرابع اللي هو بيشارك في بطولات افريقيا. فالدوري بالطريقه دي هينتهي في شهر 6 الجاي، لان احنا عندنا بعد كده كاس العالم اللي هيتلعب في قطر هيتلعب في شهر 11. خدوا بالكم، انا كاس العالم الجاي مش هيتلعب في شهر 6 زي ما بيتلعب كاس العالم، هيتلعب في شهر 11، عشان طبعا انتوا عارفين اجواء قطر حر جدا وما يتحملهاش، وخصوصا لعيبه اوروبا اللي واخدين على الجو البارد جدا. فبالتالي كاس العالم هيتلعب في قطر في شهر 11 الجاي. فقررت لجنه الانديه ان هي احتمال كبير جدا انها تخلي الدوري من دور واحد، والماتشات الفرق كلها هتلعب ماتشات واحده، كل فريق يلعب ماتش واحد. طب الماتش دوت هيتلعب فانهي نادي او تبع انهي فريق؟ يعني مثلا الاهلي يروح يلعب مثلا المحله، هل هيلعب في المحله ولا هيلعب في القاهره؟ لا، هتتعمل قرعه وكل فريق هيبقى ليه الحق يلعب ماتش في ملعبه وماتش بره ملعبه، وبالتالي الفريق الثاني هيبقى ليه الحق وهو ماتش واحد. وبعد كده تتصفى الفرق، يبقى في 10 فرق هتتصارع على الهبوط، اخر 3 منهم يهبطوا، وفي الفرق في المستوى الاول اللي تلقى 8 فرق في المستوى الاول هيتاخد منهم بطل الدوري وبطل وتاني الدوري اللي هو الزمالك غالبا هيبقى تاني الدوري، وبطل الدوري ان شاء الله يبقى الاهلي، وهكذا. ده الكلام الكبير كتير جدا اللي بيتكلموا عنه في الفتره دي.
نيجي بقى لمشكلتين في نادي الزمالك، ومشكلتين كبار جدا. وخالد الغندور طبعا امبارح اللي شاغل نفسه بالنادي الاهلي طالع يتكلم ويرد عليهم. اول مشكله تمرد لعيبه الزمالك، لعيبه الزمالك تمردت وقررت انها ما تلعبش التمرين علشان خاطر لسه لحد دلوقتي ما جاتلهمش فلوس، ده غير ان شايفين النادي عمال يتسول عشان خاطر يجيب فلوس للزمالك. النادي قالوا انت بتتسول ليه؟ النادي بيتسول عشان يجيب فلوس بن شرقي. بن شرقي اصلا مش عايز يجدد معاهم، ما حدش فاهم خطه بن شرقي. بن شرقي واخد نفس الخط بتاع فرجاني ساسي، وبن شرقي شبه مخلص مع الدحيل القطري عشان تكونوا عارفين انا بقول الكلام اهو. ولما قلت قبل كده فرجان الساسي رايح الدحول القطري وجه كلام وما جاش كلام، وفي الاخر خالص اتضح ان الكلام بتاعنا احنا صح. وانا قبل كده قلت لكم ان اي حاجه تخص نادي الزمالك موجوده في الشوارع غير الاهلي، الاهلي بيخلص صفقاته في هدوء. فاشرف بن شرقي احتمال كبير هم عمال يلاوعهم ويحطوا لهم شروط صعبه وهم مش موافقين على الشروط اللي حاططها اشرف بن شرقي. فعشان كده احتمال ان زي ما بقول لحضراتكم اشرف بن شرقي هيبقى في الدحيل القطري واحتمال ما يجددش. فلاعيبه الزمالك الموجوده بتقول لهم انتوا دلوقتي عمالين تلموا فلوس واحنا ما خدناش فلوسنا، لا خدنا مكافاه الدوري العام ولا خدنا اي حاجه، ما خدناش فلوسنا، فين فلوسنا؟ فطبعا انتوا ما قدمتولناش فلوس، ففين المشكله الفلوس اللي انتوا بتتكلموا عنها؟ فما حدش خد فلوس. فقررت اللعيبه انها ما تحضرش المران بتاع اول امبارح، وجم امبارح بقى بدا قالوا لهم احنا يوم الاحد هنحط لكم الفلوس اللي هو يفتح فيه البنوك يوم الاحد وهنحط لكم الفلوس. وخلاص اللعيبه راحت ايه لعبت امبارح، نزلت التدريب امبارح اللي هم كانوا عاملين هيصه عليه وعمالين يقولوا شيكابالا شارك في المران وما اعرفش مين شارك في المران عشان يردوا على الناس اللي بتقول ان لعيبه الزمالك متمرده. ولعيبه الزمالك لعبت فعلا لعبه امبارح، والنهارده في ماتش مع بيراميدز ليهم هيوزعوا على قناه نادي الزمالك، اللي يحب يشوف الماتش يعني ويتابع فريق نادي الزمالك. طبعا خالد الغندور عمال يتكلم عن الفار والتحكيم في الكاس مصر، وبيتكلم تحديدا عشان خاطر النادي الاهلي، بيقول يعني ان النادي الاهلي بيستفيد من غير فار، رغم ان النادي الاهلي اكتر فريق اتضر في وجود الفار. يعني النادي الاهلي اكتر فريق اتضر في وجود الفار، والفار يمكن اتعمل عشان يجامل الزمالك اصلا. وكاس مصر الاهلي ما قالش انه يتلعب من غير فار، الاهلي نفسه عايز انه يتلعب بفار، لكن خالد الغندور عمال ينوه للموضوع ده ويتكلم عن الفار بالنسبه للنادي الاهلي. نيجي بقى لمشكله اخيره وهي مشكله الانتخابات في نادي الزمالك. مشكله الانتخابات في نادي الزمالك كبيره جدا ومتشابكه جدا، وفي اسامي لسه في المنتخبين ما ظهرتش. طبعا مرتضى منصور بدا الحرب بدري ونزل على صفحته بيقول انه هيكشف كل الحقائق. انا بقول لكم اهو ان مرتضى منصور نفسه ما عندوش اي حقائق. يا جماعه مرتضى منصور لا يملك اي حقيقه. مرتضى منصور الحقيقه الوحيده بتاعته الكذب. فهو بيقول انه هيعمل 6 حلقات على قناته يتكلم فيها عن الحقائق. طبعا انا زي ما بقول لكم هتشوفوا ال6 حلقات هتلاقوا واحد اسمه ابو سنيده ومشغل كل الناس اللي ضد مرتضى منصور، حتى انا ضده. هو ده مرتضى منصور هيتكلم عن واحد اسمه ابو سنيده. اسامي كتيره بدات تظهر لرئاسه نادي الزمالك، منهم خالد عبد العزيز اللي كان وزير الشباب السابق وراجل من الناس اللي كان لهم يعني دور كبير جدا في تحجيم مرتضى منصور في فتره من الفترات، وشخصيه كبيره. وفي ناس بتقول انه في ضغوط عليه، وفي ناس بتقول انه هو مش ناوي يرشح نفسه، والكلام لسه مختفي جدا. وفي كلام بيقول ان حسن صقر، وانا كنت قلت ان حسن صقر نفسه قال انه بيفكر في الترشح في نادي الزمالك. وفي ناس بتقول ان ممدوح عباس لما جاب اللعيبه واداها فلوس قرر انه مش هيخش انتخابات مجلس اداره الزمالك، لكن برضو الكلام لسه كتير. وممدوح عباس يعني ما مضاش عقد ان هو ما يدخلش انتخابات مجلس اداره الزمالك. وهاني العتال، هل هاني العتال
هيغير رأيه ويقرر انه يرشح نفسه على الرئاسة، ام هيرشح نفسه على النيابة، او يرشح نفسه انه عضو عادي وبعد كده يدخل ينافس على النيابة. وفي طبعا المرشحين السابقين، ولسه لحد دلوقتي والانتخابات هتتعمل تقريبا في شهر 11 وهيعلن عنها في شهر 10، زيها زي انتخابات النادي الاهلي اللي لسه لحد دلوقتي قائمة محمود الخطيب ما اتحددتش فيها، وما اتحددتش ايه الامور مع محمود الخطيب ومين اللي هيدخل معاه. لسه التغييرات دلوقتي موجودة في قائمة محمود الخطيب، حتى الكلام دلوقتي مش على منافس لمحمود الخطيب، لأن محمود الخطيب شبه مكتسح الانتخابات، لكن الكلام عن قائمة محمود الخطيب، مين اللي هيبقى معاه ومين اللي هيبقى ضده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقى الفيديو يعجب حضراتكم، وريت لو ما اشتركتش في القناة تشترك وتبقى ضيف معانا، وريت لايكات للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.